كنا عم نحكي اخر شيء الريسك فاكتورز، وشرحنا الاتش دي ال لما بيكون عالي بيكون قليل، صح؟ شرحنا الاتش دي ال. يا دكتور شرحنا. طيب لما بيكون قليل بنزيد ريسك فاكتور على الموجودين اوريدي، ولما يكون عالي بنمسح ريسك فاكتور. هذا الاتش دي ال، وهي في مثالين موجودين. باي ذا واي انا المحاضرات كلها عملت لها ابديت تبعت هارت فيلر والديسليبيديميا، وهذا الشابتر لما نخلصه بعمل له ابديت على الموديل. الريسك دكتورة فاكتورز الاتش دي ال حكينا عليه. حكينا هلا الريسك فاكتورز بصنفوهم انه موديفايبل ونون موديفايبل. هلا نون موديفايبل من المنطق الايج، الايج ما بتغير، الجندر ما بتغير، فاميلي هيستوري يعني ابوي انجلط على عمر الكذا، طيب ما هذا ما بتغير. بنضيف عليه برضه من هون الجينيتك بري ديسبوزيشن، جينيتك برضه الجينات اجمالا ما بتتغير، فهي بنسميها ان الترابل او نون موديفايبل ريسك فاكتورز. كل الديزيزز تعتبر موديفايبل، ليه؟ لانها وي كان كنترول ات، اي ديزيز نقدر نعمل له كنترول فهو موديفايبل. سيجاره سموكينج، بنوقف تدخين، بنوقف الكحول، بنعيش لايف ستايل امبروفد، يعني بناكل هيلث دايت، بصير فيزيكلي اكتف، هذا كله موديفايبل. جديد كمان ضافوا على الريسك فاكتورز يا جماعه بيرسوناليتي تايب، ايه بيرسوناليتي؟ يعني شخصيه، كيف شخصيه المريض. طب شو هي تايب ايه؟ تايب ايه بقول لك هذا اللي دائما هيك زي ما نقول دمه محروق، دائما مستعجل، دائما روحه في مناخيره، دائما عصبي، دائما اجريسيف، بتحملش كلمه، بزعل على اي موقف. هذا هو تايب ايه بيرسوناليتي. وجدت دراسات انه اللي شخصيته زي هيك هذا ريسك فاكتور فور كارديو فاسكولار ديزيزز. اللي بزعل على ربع علامه هدول تايب ايه. اللي واحد بغلط معه بنقوله من مردود السلام، هذا تايب ايه. اللي بيحكي بسرعه وبتحرك بسرعه وبده كل شيء على السريع، هذا تايب ايه بيرسوناليتي. تمام يا جماعه؟ فتايب ايه بيرسوناليتي يعتبر ريسك فاكتورز لا الاسكيميك هارت ديزيز، ريسك فاكتور. وكونه ريسك فاكتور للاسكيميك هارت ديزيز ايش بده يصير؟ صنفوهم فعليا العلماء تحت الموديفايبل ريسك فاكتور. موديفايبل يعني يعتقد العلماء انه هو بنقدر نحسن هاي الشخصيه، ما حدا يقول انه انا هيك الله خلقني. تمام؟ هاي الشخصيه ممكن تتحسن اللي هي تايب اي بيرسوناليتي. اذا هو عم بيحكي سريع او بنرفز دائما، يحاول ياخذ بريك، يقعد مع حاله ويهدى، ما يعطي قرارات سريعه من اولها، لازم بده يفكر. فتايب اي بيرسوناليتي تعتبر موديفايبل ريسك فاكتور. فهذا السلايد وهذا السلايد والسلايد اللي اول يعني بتجمعوهم انتو اذا بدكم بخط ايدكم بتشوفوا الاشي المشترك فيهم جميعا. يعني ما حدا يقول لي انا بهذا السلايد انا ما قرأت انه في بيرسوناليتي، ايه هاي موجودة هون. اوكي، وبالتالي كل ما اكتشفنا الريسك فاكتور ابدر بنحاول نبعد انه يصير عندنا اسكيميك هارت ديزيز. وجدوا من ضمن الريسك فاكتورز اخطرها هي الهايبرتنشن، دايابيتس، ديسليبيديميا والسموكينج، من اخطر الريسك فاكتورز اللي انذكرت هدول الاربعه. كمان كل ما كان عنده الواحد ريسك فاكتورز اكثر بزيد الريسك للاسكيميك هارت ديزيز اكثر. اذا يعني واحد قلت لك عمره 35 سنه وسموكر وهايبرتنشن، زي لما احكي واحد عمره 65 وهايبرتنشن ودايابيتس وديسليبيديميا وسموكر وبيز والكوهوليك. لا طبعا، كل ما زادت الريسك فاكتورز بيزيد ال 5 to 7 fold higher ريسك للاسكيميك هارت ديزيز. يعني زي كانها علاقه طرديه، كل ما زادت عدد الريسك فاكتورز بيزيد الريسك للاسكيميك هارت ديزيز. طيب نيجي هلا على المهم اللي هو كيف بيجي التشست بين، كيف السيمبتومز اللي بتيجيني بحاله التشست بين. يعني احنا لما نقول ستيبل انجينا او اسكيميك هارت ديزيز او كرونيك ستيبل انجينا او تشست بين، لما يجي كيف بيجي، كيف شكله؟ تيبيكال بين، تيبيكال يعني بيجي عند اغلب الناس. تيبيكال لما شوفوا تيبيكال معناها اغلب الناس يعانوا من البين بالشكل التالي: سنسيشن اوف بريشر، يعني بقول لك حاس بتقل، هيفنس بريشر، ضغط وتقل على صدري، سكويزنج بعصرني عصر، حاسس اشي بعصر في صدري عصر، واي منطقه anterior chest area.
إذا 90% من المرضى بيجوني بهذا السيناريو، حتى بقول لك كلهم بيقشروا على صدرهم بهاي الطريقة، يعني حاس وجع، يعني بيمسك إيده بحط على منطقة الوجع، يعني تقريبا هاي صارت علامة مميزة للأنجينا، بحط إيده وهي بقول لك ثقل، حاس سكويزنج، بعصر فيه عصر. تمام، يعني تيبيكال بين 90% من المرضى بصير عندهم التالي: sensation of pressure, squeezing and heaves. أي منطقة؟ anterior chest pain. هذا البين بيكون عميق نوعا ما، مش شارب. شارب يعني شارب بين is not a typical symptom. شو يعني شارب بين؟ يعني أنا بشبهها الشارب بين لما واحد يغزه شوكة مثلا وبنقز، هاي شارب بين. غزة سكينة، شوكة، دبوس، لما هيك بنقز هذا شارب بين. هذا البين مش زي هيك، البين بيكون ديب مع بريشر اند هيفنس اند سكويزنج. تمام، هلا بعض المرضى يجي يقول لك تفضل. ممكن نحكي عن شارب بين انه رد فعل سريعه. هي شارب بين بيكون رده فعل سريعه. هذا لا، ديب بين مش ضروري يكون رده فعل، يعني عادي لانه البين موجود وديب، ممكن ما ينقز منه، لا ما بينقز منه، بس بيكون موجود حاسه جوا. فاهمين علي؟ يعني كيف لما واحد ياخذ مثلا لفحه بصدره او على ظهره من وجع عضلات، هذا لا يعتبر شارب بين، وفي بين بس مش لدرجه اني انقز منه. طيب في مرضى بيجي بيحكوا لك انه بيجي راديشن، يعني ببلش هو بالانتيريور تشست اريا، الصدر من قدامه، بصير يتحرك البين على النك، على الرقبه، على الجو، الفك، شولدر، الاكتاف، على الارمز. تمام، يعني في راديشن، ماي راديت، بس مش كل المرضى بيعانوا من هاي النقطه. في مرضى بيعانوا من هاي النقطه انه ببلش البين بالانتيريور تشست اريا بعدين بينتقل بيتحرك. وفي ناس بيجي بيقول لك هذا البين مصاحب مع ديسنيا، نوزيا، فوميتينج، ديافوريسز، يعني تعرق. برضو هذا مش كل المرضى بيعانوا من هذا الاشي. قديش بيستمر البين؟ ممكن يستمر نص دقيقة لثلاثين منت. أنا عم بحكي عن أي بين، بحكي هاي، شايفين العنوان؟ كرونيك ستيبل أنجينا. كرونيك ستيبل أنجينا، كرونيك ستيبل أنجينا. إذا بيجي sensation of pressure, heaviness, squeezing. May radiate to neck, jaw, shoulder, back or arm. ممكن accompanied يعني مصحوب ب dyspnea, nausea, vomiting or diaphoresis. وإذا بده يطول بقعد ممكن من نص دقيقة لنص ساعة، بس مش أكتر من هيك. ليه؟ لأن أنا خلال النص ساعة بكون ارتحت، إذا عامل اكسرسايز، إذا متعرض لستريس بكون ارتحت، أو بكون أخذ حبة تحت اللسان فبروح البين. هلا حنحكي عن حبة تحت اللسان. أوكي؟ فالبين ماكسيمم بضل نص ساعة مش أكتر، هاي الستيبل أنجينا. وحكينا المرة الماضية إيش الأشياء اللي بتزيد البين، بيجي مع الإكسرسايز، بيجي مع الإيموشن سواء كانت سلبية أو إيجابية، مع الستريس، مع الكولد ويذر، مع الإيتينج خصوصا لهيفي ميلز. حكينا إيش بدنا نحكي للمريض، إنه ياكل سمول فريكوينت ميلز. كيف بده يروح التشست بين؟ بيروح مع الريست لأنه هو أجرى مع الإكسرسايز. لما يكون اجى مع الاكسرسايز، اذا لما اعمل ريستنج ارتاح بده يروح البين. وممكن يروح مع سب لينجوال نيتروجليسرين، بيعمل نيتروجليسرين، بيعمل فيزو دايليشن. لما بيعمل فيزو دايليشن بيزيد البلد فلو. تمام، هذا الاشي المميز بالبين تبع ستيبل انجينا، بيروح مع الريست وممكن يروح مع سب لينجوال نيتروجليسرين. هاي سب لينجوال ال، هاي اختصارها نايترو جليسرين. نايترو جليسرين. اوكي، هلا الاكيوت كورونري سيندروم اللي هي انستابل انجينا وام اي، لو قارنا سيمتومز كانت تيجي مع الاكسرسايز ولا بدون اكسرسايز؟ ترى بدون بدون اكسرسايز، اذا اترست. وبالتالي تتخيلوا ريليفد فيروس، ما هي اجتني فيروس، هل هي بتروح فيروس؟ لا، هي اول شيء بنميزهم عن بعض. بين اوت اوكرز ات ريست، حتى من غير ما اعمل اي مجهود وانا قاعده على التلفزيون. ترى ما في استجابه للنيتروجليسرين كمان. هيها موجوده، صح.
اذا اول فرق انه هو هون البين اجى مع الاكسرسايز، هون البين اجاني وانا اترست ما عملت اي اكسرسايز. هون الستيبل انجينا البين ماكسيمم بضل نص ساعه، هذا بضل اكثر من نص ساعه، بيستمر ساعه ساعتين ثلاثه عبين ما يجي الاسعاف وياخذوه على المستشفى، بضل البين موجود. ليش بضل البين موجود؟ لانه ما بيستجيب للسب لينجوال نيتروجليسرين، ان ريليفد باي سب لينجوال نيتروجليسرين. طب شو بدنا نعملهم هدول؟ خلص هدول بدهم نستنى يجوهم ودوهم على الاسعاف، ما في مجال نعملهم ولا اي شيء في البيت. يعني لسه ستيبل انجينا بنقول له عمو بترتاح بروح البين، بتاخذ حبه تحت اللسان بتروح البين. هدول اذا اجى تشيس بين اترست خلص هذا لازم نرن على الاسعاف، فيش شيء ثاني نعمل له اياه، ما في شيء ثاني نعمل له اياه، بده تدخل بالمستشفى. في سم بيشنتس ما بيجوني بالتيبيكال بين. ايش حكينا تيبيكال؟ هدول ثلاث اشياء. لما احكي تيبيكال بين معناها بريشر هيفنس سكويزنج، تمام. في ناس يعني سم بيشنتس عدد كثير قليل بس بيغلبوا هدول، ناس معينين من الومن من الالدر من الناس بقول دايابيتس بيجوا بأي تيبيكال تشيست بين. ايش يعني مش اي تيبيكال، اي تيبيكال سيمبتومز، يعني ما بيجيني عنده تشيست بين، بيجي عنده شوفوا تخيلوا اندايجيشن يعني عسر هضم، جاستريك فولنس بقول لك انا حاسس اني هلا قايم على المنسف مع انه هو بكون من امبارح مش ماكل، شورتنس اوف بريث نفس هيك سريع، ودايوفريسس تعرق. طب هل هاي السيمبتومز لها علاقه بالكارديو؟ شو رايكم؟ لا دكتوره ما لها علاقه، ما لها علاقه، عشان هيك بسميها اتيبيكال. طيب كيف بده يخمن الدكتور انه هاي السيمبتومز مش جي اي؟ يعني بنقول اندايجستشن او جاستريك فولنس ليش ما تكون جي اي؟ فشو بده يعمل الدكتور بهاي الحاله؟ اذا اجت سيمبتومز ما بتبين انها هي ستيبل انجينا، شو لازم يعمل الدكتور؟ شو رايكم؟ دكتور شيك على شيك على ايش؟ على الشيست شيء، يعني نعمل اذر دايجنوستيك تيست، هيك قصدك انت؟ يعني هون لو نقول احنا الشيست بين بريشر وهيفنس سكويزنج ويأشر بهاي الطريقه، يعني انا كدكتور 90% متاكد انها ستيبل انجينا، تمام؟ 90%. بس لما يجوني المرضى هدول وذ اتيبيكال انا بالمره مش متاكده هي جي اي ولا كارديو ولا ايش قصتها، فلازم اعمل فيرذر دايجنوستيك تيست، لازم اعمل تستات ثانيه لحتى اتاكد. يعني هون السيمبتومز ما انقذتني، السيمبتومز ما ساعدتني بالتشخيص، فبعمل اي سي جي، بعمل ايكو، بعمل قسطره، بعمل اي شيء يساعدني بالتشخيص. برضه احنا حنحكي شو الدايجنوستيك تيست ممكن نستخدمها. فاذا هون لما بحكي هل التيبيكال بين بتساعد بتشخيص الستيبل انجينا؟ شو الجواب؟ يس اور نو؟ اكيد دكتوره راح تساعد التيبيكال. التيبيكال شو رايكم؟ السؤال بيحكي هل التيبيكال بين بتساعد بتشخيص الستيبل انجينا بشكل كبير ولا قليل؟ اكيد دكتوره راح تساعد. راح تساعد بشكل كبير دكتوره. والباقيين ايش انتوا قاعدين ضيوف شرف؟ 25 سعد سعد درجة كبيرة دكتور، بلاش ادخل واحد واحد واسال اسم اسم. طيب يس بتساعد التيبيكال، بتساعد كثير بالتشخيص. انا قلت هلا 90% من الدكاترة بيكونوا متأكدين بس من التيبيكال بين انه عنده ستيبل انجينا. العكس مين؟ الاتيبيكال. الاتيبيكال ما بتساعد نهائيا بالتشخيص. طب شو الحال؟ هيو نيد further diagnostic test، لازم اعمل فحوصات اخرى عشان اتاكد انه هاي السيمبتومز جاي من الكارديو وليس من الجي اي وليس من ريسبيراتوري وليس من اي مكان اخر. ترى ممكن سؤال؟ ترى لو ما كانش يعني كبير وكان ولد، يعني نحكي يعني ولد صغير وبيعاني من هالشغلات، نقدر نحكي عنه انه اتيبيكال؟ ولد صغير بيعاني من indigestion وgastric fullness وهدول؟ ترى لا 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 صغير لا ما في اي ريسك له،
هذا بيكون أكيد إشي تاني غير الكارديو، بيكون عنده مشكلة بالجي آي. بس برضو مشان نتأكد إنها مشكلة جي آي بدك تعمل دايجنوسيس تيست للجي آي، تأخذ مثلاً إذا اضطرت تعمل هذا تأخذ عينة براز تفحص له بالمنظار، بس إذا اضطرينا طبعاً اندوسكوبي يعني في فيردر تيست للجي آي. بس للصغار بعد شوي عن الكارديو بروبلم. طيب هلا احنا حكينا من الريسك فاكتور، من الاشياء اللي بتزيد السيمبتومز اكسرسايز ايموشن كولد ويذر وايتينج. طيب هل في ديزيزز ممكن تزيد السيمبتومز؟ يس. لما احكي هايبر ثايرويديزم، كيف الهايبر ثايرويديزم بتزيد السيمبتومز؟ خلينا نربطها. ايش بيصير المريض اللي عنده هايبر ثايرويديزم؟ دكتور الكورتيزول راح يزيد عنده، الميتابوليزم راح يزيد بجسمه كله. طيب حلو. الهارت ريت، انا بيهمني الهارت ريت، يعني الهارت ريت بيزيد ولا بيقل؟ دكتور برادي كارديا بيصير عنده، راح يزيد. برادي هيثم بيزيد، بيزيد تاكي كارديا راح يزيد، تاكي كارديا. هايبر ثايروديزم دائما تاكي كارديا، الهايبو ثايروديزم هي البرادي كارديا. فكونه بصير عندنا تاكي كارديا بالهايبر ثايروديزم معناه بده يزيد شغل الهارت. طب ما الهارت البلد فلو عنده كتير قليل، كيف بده يتفاعل؟ بصير عندنا تشست بين. يعني الهايبر ثايروديزم زي كأنه قاعد بركض، لما بركض هو بيعمل اكسرسايز بزيد الهارت ريت. وبرضه الهايبر ثايروديزم دائما الهارت ريت عندهم عالي، زيه زي التاكيكارديا اللي هي الأرذمية. في ناس عندهم مرض أرذمية، هذا بيكون البلس عندهم سريع، إن غير الأنجانة عنده أرذمية، فالأرذمية برضو بيزيد الهارت ريت، وهذا بالتالي بيزيد اللود على القلب. طيب شو رأيكم بالأنكزايتي؟ أنكزايتي إيش يعني أنكزايتي أصلا؟ أرق؟ أرق، أرق، يس، أرق. واحد بيكون هيك متضايق دائما وستريسفول وهيك. طب هاي لما يكون عنده ارق وستريسفول وقلق، هي مش ارق، هي قلق. ارق يعني عدم نوم، هذيك انسومنيا، هذا قلق. قلق، قلق يعني دائما قلقان وبفكر ودائما معصب ودائما مش رايق. فهذول اذا بقسنا البلد برشم بلاقيهم عالي، اذا قسنا الهارت ريت بلاقيه عالي، فهذا كله لود على القلب. برضو من الديزيزز الانيميا. كيف الأنيميا اللي هي فقر الدم بيأثر سلبياً على السيمبتومز تبعت الستيبل أنجينا؟ شو رأيكم؟ غير اللي بيحكوا بالعادة، بدي الناس السجدات تحكي. شو رأيكم كيف الأنيميا ممكن تأثر سلبياً؟ حسين، حسين خلي غيرك. دكتوران هو أورد الدم. حسين خلي غيرك. شو رأيكم يا جماعة؟ باين كيف الأنيميا اللي هو فقر الدم بده يزيد السيمبتومز تبع تشيست بين؟ أنا يعني، ولا في حدا بده يشارك؟ وخضرة برضو شاركتي. دكتورة أجاوب؟ لا لا، بديش ناس جداد. شيماء المفلح، شيماء هي هاي محاضرتك الأصلية اللي هي 9 صح؟ انت عارف 9 من 10. شيماء، عالية، عالية سويس، دكتور نقص الأكسجين للبلمنري يعني لمين؟ للجسم، للكارديوك. احنا عم نحكي عن الجسم يعالي ولا بنحكي عن القلب؟ هلا احنا حكينا لما بيكون عندنا الاسكيميك هارت ديزيز. انا بعرف بالانيميا بيكون في نقص اكسجين، بس ما فهمت تسالني. طيب نقص اكسجين، بس انا هون عم بحكي عن الهارت، فانت لما بنحكي هون عن الهارت اذا تقولي نقص الاكسجين تو ذا مايوكارديوم على عضله القلب، اوكي بده ينقص عن كل الجسم، وعضله القلب جزء من الجسم. اذا كيف الانيميا بتاثر سلبيا؟ احنا عضله القلب لانه في عندنا ناروينج او اسكيميا من البلد فيزل ما بوصل بينا في بلد،
هلا شو تعريف الانيميا؟ الانيميا تعريفها ان الهيموجلوبين بيقل. طب الهيموجلوبين شو بيعمل؟ بيحمل معه 4 ذرات اكسجين. اوكي، لهلا فهمنا الانيميا. الانيميا ان الهيموجلوبين قليل، والهيموجلوبين دوره انه بيحمل اكسجين. طب لما يكون قليل اذا الاكسجين قليل، هاي واحد. هلا بنيجي على الهارت. الهارت البلد فلو تبعه قليل، البلد فلو على الهارت قليل، وكمان فوق ما البلد قليل كمان مش حامل اكسجين كفايه، هيك بتصير القصه. بلد فلو على الميوكارديوم اللي هو الهارت قليل، وكمان الدم يا دوب اللي واصل كمان هذا جوا الدم حامل اكسجين اقل من اللازم، لانه انا لانه عنده انيميا، فمشان هيك بتزيد السيمبتومز بزياده. ونفس الشيء الكونديشن بتعمل لي هايبوكسيميا زي السي او بي دي والازمه، هدول السيمبتومز برضه بتقلل الاكسجين سبلاي. فالبلد الواصل للقلب كله قليل وهو كمان حامل اكسجين قليل. يعني بهمني هدول الاشياء، هايبر ثايروديزم، انكزايتي، تاكيكارديا، انيميا، اند هايبوكسيميا، هدول احفظوا لنا اياهم. هلا السيمبتومز تبعت الهارت فيلر كيف قسمناها؟ كان في NYHA كلاسيفيكيشن. نفس الشيء ممكن نحكي اللي مهتمين بالسي او ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون اذا زاد برضه نفس مشكله الانيميا، يس. اذا زاد ثاني اكسيد الكربون هو حساب الاكسجين، فبرضه بيزيد السيمبتوم. شيء طيب. كان سؤال دكتور. ايش سؤالك اذا؟ اللي بيكون متسمم باول اكسيد الكربون عشان هو راح يربط مكان الاكسجين بال الانيميا كانه ما عنده اكسجين، يس، لو اكسجين سبلاي برضه مشكله هذا، يس صح. طيب السيمبتومز تبعت هاي الانجينا التشست بين قديش بتاثر على النورمال اكتيفيتي؟ بنعطيها كلاسيفيكيشن نفس الهارت فيلر كلاسيفيكيشن. مش الهارت فيلر بتتذكروا كان اسمه NYHA اللي هي نيويورك كلاسيفيكيشن، هون اسمه كندي CCS. تتذكروا بالهارت فيلر كنا نحكي انه كلاس 1 عم بيحكي انه نورمال اكتيفيتي داز نوت كوز اني بروبلم، يعني الانجينا سيمبتومز ما بتاثر على الفيزيكال اكتيفيتي نهائيا، هذا كلاس 1. كلاس 2 قلنا سلايت ليميتيشن ان فيزيكال اكتيفيتي، كلاس 3 ماركت ليميتيشن، وكلاس 4 هو سيمبتومز بتاثر ات ريست. تتذكروا الهارت فيلر ولا ما بتتذكروا؟ دكتورة تمام. فالهارت فيلير كنا نحكي قديش السيمبتومز تبعت الهارت فيلير تؤثر على النورمال اكتيفيتي، واعطيناها كلاسيفيكيشن 1 2 3 4، وهذا نفس الشيء قديش الانجينا سيمبتومز تؤثر على الاكتيفيتي. اذا كانت لا تؤثر does not cause، فهاي تعتبر ايش؟ كلاس 1. كلاس 2 زي عندنا slight limitation يعني يا دوب تأثر فتعتبر class 2. class 3 marked limitation، وclass 4 at rest. وclass 4 على فكرة بالأنجينا بالستيبل أنجينا هي أول مفتاح للأكيوت كورونري سندروم اللي هي MI وunstable أنجينا، لأنه هدولك MI وunstable أنجينا تيجي symptoms at rest. فآخر كلاس أو أسوأ كلاس بالأنجينا اللي هي ستيبل أنجينا هي أول كلاس أو أول مفتاح للأكيوت كورونري سيندروم اللي هي أنستيبل أنجينا و MI. واضح لهسه؟ في أي سؤال؟ في أي سؤال يا جماعة؟ دكتورة شو آخر نقطة؟ اخر نقطه كنا نحكي هاي الكلاسيفيكيشن تبعت الستيبل انجينا، خليني اكتب لكم اياها ستيبل انجينا الكلاسيفيكيشن هاي. تمام، هاي الكلاسيفيكيشن CCS هاي للستيبل انجينا. دكتوره خليني بس اكمل النقطه يا يزن للستيبل انجينا. تمام، طب مش قلنا احنا بالاخير الستيبل انجينا لما بصير رابتشر للبلاك ندخل بانستيبل انجينا؟
فآخر كلاس بالستيبل أنجينا اللي هي سيمتومز آتريست هي أول مفتاح أو أول مدخلنا للأنستيبل أنجينا أو الإم آي. هذا اللي كنت أحكي. يا زين تفضل دكتورة. كلاس 1 و كلاس 2 نقدر نحكم لسه ما دخلش بالستيبل أنجينا دكتورة؟ لا لا خلص كلاس 1 حتى لو هو تشخيص للستيبل أنجينا يعني هو مشخص بس قديش السيمتومز متاثره على حياته الطبيعيه فكلاس 1 لا يس لسه هو ستيبل انجينا ليش نقيمه بس طبعا بده يكون مايلد يعني كيس خفيفه مش كتير وضعه سيء كل ما مشينا 3 و4 بكون الوضع اسوء. طيب فبيجينا المريض عنده ستيبل انجينا باخذ منه فول ميديكال هيستوري. عمو عندك امراض اخرى غير الستيبل انجينا؟ في عندك حدا بالعيله عنده ستيبل انجينا مثلا؟ هاي من الميديكال هيستوري. قديش عمرك، قديش وزنك، قديش طولك، هذا كله من الميديكال هيستوري. بعمل فيزيكال اكزامينيشن، بفحص المريض، بسمع بالسماعة الهارت ريت، بعمل له اي سي جي، بعمل له فيزيكال اكزامينيشن كامله، وهلا دايجنوستس تيست حتحكيها كامله. بطلب لاب داتا معينين. شو هم اللاب داتا؟ هاي شوف شو بطلب باللاب داتا. بطلب جلايسيميك كنترول. ليش بطلب الجلايسيميا؟ فاستنج بلد جلوكوز وراندوم اتش بي ا 1 سي. ليش بطلبهم فكركم؟ ليش بطلب جلايسيميك ليفل اللي هو فاستنج بلد جلوكوز للمريض؟ شو بعطيني معلومه؟ اسراء الحريري شو رايك دكتوره؟ ممكن مشان استبعد الدسليبيديميا او هيك الامراض اركز على الانجينا. ايش دخل الجلايسيميا بالدسليبيديميا؟ ايش يعني جلايسيميا؟ ايش يعني جلوكوز؟ دي ام دكتوره. جلوكوز يعني دي ام. فانت تطلب جلايسيم كنترول عشان تشوفي اذا دي ام كنترول او لا، او عنده دي ام ولا لا اصلا. اوكي نطلب جلايسيم كنترول عشان تعطينا معلومات عن الدي ام. هل هو اذا قال لي انا عندي دي ام، انا مريض دي ام باخذ انسولين، بتيجي جلايسيميك كنترول عشان اشوف هل هي كنترولد ولا ان كنترولد. لان حكينا احنا وقت الريسك فاكتورز هون انه الديابيتس لازم يصير كنترول عشان اسميه موديفايبل ريسك فاكتور. اوكي بدي اعرف انا انه كنترولد ولا لا، بطلب الجلايسيميك كنترول. طيب كيف بدي اعرف يا جماعه انه الهايبرتنشن كنترولد او لا؟ يا بشرى كيف بدي اعرف انه الهايبرتنشن كنترولد او لا؟ دكتورة واسم اشارك. انت بشرى؟ انا شكري. شكري. يلا يا شكري. كيف بدي اعرف انه الهايبرتنشن كنترولد او لا؟ اتوقع عن طريق الاي سي جي احنا بنعمل فيها عادي. هايبرتنشن شكري. هايبرتنشن عادي. مو ببين دكتورة. كيف ببين؟ واش ببين عندنا عن طريق الاي سي جي ببين في العادي. لا. مريض هايبرتنشن. بدك تعرف كنترولد او لا من الاي سي جي؟ دكتور أسأل إذا ما أخذ أدويته أو لا الريجولر تيست اللي يسويها على الهايبرتنشن تحت الجول أو لا؟ اللي هو كيف يعني تحت يعني بقيس ضغطه إن شاء الله. أيوة طبعا إحنا بنقيس ضغطه مع الجهتين يعني إي سي جي وبلس بلد بريشر مع بعض يعني. صحيح بالمرة. أنتوا شو القصة؟ شو مالكم؟ ترى بدي أشارك. استنى يا زلمة بس أحكي أسألهم إنه حاسسكم مش صحيح بالمرة. مش شاربين قهوة ولا إيش القصة؟ يعني اللي بيحكي لي جلايسيميا ديسليبيديميا واللي بيحكي لي إي سي جي لهايبرتنشن مش مركزين معي. جلايسيميا يعني جلوكوز يعني ديابيتس. هايبرتنشن شرحناها تشابتر كامل. بعرف كنترول ولا أن كنترول بالبلد بريشر ريدنج. فبسود المريض أنا أفحص بلد بريشر. تفضل يا يزن اسأل. طيب الحل الوحيد الوحيد اللي احنا نعرف انه هايبرتنشن دكتور بس هي عند طريق قياس الضغط. يس وبالتالي لازم اقيس ضغطه. طب الديسليبيديميا يلا يا جماعه رزان خصيب او خصيب رزان كيف بدي اعرف انه الديسليبيديميا كنترول او لا؟ جاوب دكتورة.
كيف أعمل أعرف إنه الدستازين كنترول أو لا؟ رجاء عن طريق ال HDL شوفوا إذا بوزة تفاهمني بس ال HDL رجاء لا ال LDR فاستنج اللي بدي بروفايل اللي بدي بروفايل LDL هذا الجول تبعنا بالثيرابي صح؟ ال LDL هو اللي بيجاوبني إذا أنا كنترولد أو لا بس أنا طبعاً ما بطلب بس LDL لحاله بطلب كل الفاستنج اللي بدي بروفايل اللي هم LDL HDL توتال كوليسترول وترايجليسرايد طيب يا يزن ليش الهيموغلوبين بطلبه؟ ليش بطلب الهيموغلوبين ليفل؟ أنيمي عشان أشوف عنده أنيمي ولا ما عنده أنيمي وإذا عنده أنيمي بدها تتعالج لأنه الأنيمي بتزيد السيمتومز ومن ضمن اللي بطلبها بدي كدني فانكشن تيست اللي هي الكرياتينين مالي وبطلب ليفر فانكشن تيست طيب ليش بطلب الثيرويد فانكشن يا رغد؟ رغد سعيد ليش أطلب الثيرويد فانكشن؟ هون مكتوب إنه لازم أكتب أطلب الثيرويد فانكشن تيست إيه دكتورة عشان أعرف إذا عنده هايبر ثايرويديزم ولا لا بالضبط لأنه قلنا الهايبر ثايرويديزم بزيد السيمتوم فإذا اكتشفت إنه عنده هايبر ثايرويديزم برضو بده يتعالج عشان تخف السيمتوم هاي كلها من ضمن اللاب داتا اللي بطلبها لمريض الهار الإسكيميك هارت ديزيز هاي أول نقطة في كمان نقطة تفضل ليش بدنا نعمل فانكشن تيست إيش هي كيدني فانكشن تيست ثلاثة كدي كيدني فانكشن تيست حلو السؤال ليش بطلب كيدني فانكشن تيست لمريض ستيبل أنجينا سؤال حلو شو رأيكم بيسأل يزن إنه ليش أطلب أنا الكيدني فانكشن تيست والليفر فانكشن تيست برضو الليفر ليش تطلبه شو رأيكم أنتوا جماعة ليش مريض مثلا ستيبل أنجينا ممكن أطلب له الكيدني الميتابوليزم مثلا للدراج بالكيدني ممكن نعدل الجرعة ايوه هي للجرعة مالي يس اذا بدي اشوف اذا عنده رينال فيلير او ليفر فيلير اذا الدواء بيطلع بالكيدنيز اكسكريشن تبعه وعندي رينال فيلير لازم اعمل دوز ادجستمنت اذا بيطلع بالليفر وعندي ليفر فيلير لازم اطلع اعمل ادجستمنت فمالي يا يزن بعمل دائما كل مرضى الدنيا اول ما بدخلوا المستشفى بعمل ليفر فانكشن تيست ورينال فانكشن تيست هدفها مالي اشوف انه الدواء بده يطلع من الجسم بطريقه طبيعيه ولا في مشاكل بهدول الجهازين طيب من اشياء برضو ممكن اطلبها كاردييك انزيمز ايش يعني كاردييك انزيمز كاردييك انزيمز معناها انزيمات بتطلع من القلب بحاله واحده فقط وهي الام اي اذا متى بتعلى الكاردييك انزيمز كاردييك انزيمز يعني انزيمات بفرزها عضلة القلب عضلة القلب تفرز انزيمات اسمها تروبونين اي وتروبونين تي هدول انزيمات تفرزها عضلة القلب طيب بسميها كاردييك انزيمز هاي الكاردييك انزيمز تطلع بحاله واحده اللي هي الام اي فقط لما يكون ما عندي ولا نقطه اكسجين واصل القلب اللي هي الام اي لما يصير عندنا توتال اوكلوجن بس تصير ايش زي ما بتحكي عضله القلب تصير تستنجد بتطلع انزيمات عشان انه الحقوني بدي اكسجين الحقوني بدي اكسجين هيك تخيلوا هيك القلب بحكي فبتطلع بحاله واحده اللي هي الام اي اوكي طيب فاذا الكارديك انزيمز متى بتكون بوزيتيف بوزيتيف يعني اليفيتد اونلي ان ام اي هاي بوزيتيف اند اليفيتد فقط بحاله الام اي فقط في حاله الام اي طيب لما اروح على ستيبل انجينا وافحص الكارديك انزيم بلاقيهم لا نورمال مش عاليين لانه لسه في اكسجين سبلاي على المايوكارديوم وحتى بالانستيبل انجينا بنلاقيها نيجاتيف وهون بيجي سؤال كيف بقدر افرق بين ستيبل انجينا وانستيبل انجينا ستيبل انجينا وانستيبل انجينا هل السيمتومز بتفرق لي بين stable angina و unstable angina symptoms فقط هل تفرق؟ دكتورة سنتوما ممكن تفرق بتروح على وقت الرد ممكن تفرق symptom حسين بيحكي بتفرق لأنه إيش؟ دكتورة symptom للstable راح تروح بالرست بينما بالunstable تيجي بالرست
طيب عالية شو رأيك؟ هل السيمبتومز لحالها كافية أميز بين ستيبل أنجينا وأن ستيبل أنجينا؟ كافي دكتورة، لأنه يعني وقت الستيبل بتكون بالإكسرسايز، وأما بالأن ستيبل بتكون وقت الرس. ممتازين. طيب لو أنا فحصت الكارديك إنزيمز بالستيبل أنجينا والأن ستيبل أنجينا بلاقيهم إيش؟ نورمال. نورمال او نيجاتيف، وبالتالي برضو فيش داعي، اذا فيش داعي افحص كاردك انزيم اذا عندي انستابل انجينا او ستابل انجينا، اذا بدي افرق بين هذول التنتين. اذا سالت سؤال، هيو هون مكتوب السؤال، اذا بدي افرق هاو تو ديفرنشييت بين ستابل انجينا وانستابل انجينا، السيمبتومز لحالها كافيه. ليش؟ لانه ستابل انجينا بتزيد السيمبتومز مع الاكسرسايز، بتروح مع الريست. الانستابل انجينا بتيجي اترست، فالسيمتومز لحالها بتريحني. وحتى لما احكي انا ستيبل انجينا وام اي، نفس الفكره، الستيبل انجينا بتيجي السيمتومز مع الاكسرسايز، بتروح مع الريست، والام اي السيمتومز اترست. هلا وين المشكله دكتور؟ انا احنا بنحكي بنفرق بين الانستابل وال شو اسمه ام اي. ايوه هون المشكله، كيف بدي افرق بين الستيبل انجينا والام اي؟ ما التنتين جايين السيمتومز اترست، هون بحتاج الكارديك انزيم. بالضبط، هاي بلشتوا تصحوا معي. فإذا لما يجي المريض عنده symptoms at rest، ساعتها أنا شوي بتلخبط، هي يا ربي unstable angina ولا MI؟ بسأله أسئلة معينة للمريض، لا المريض ما رح ينقذني، لازم دخري أخذ عين الدم وأودي على التحليل. إذا طلعت cardiac enzymes positive فهو MI، إذا طلعت cardiac enzymes negative فهو unstable angina. مرة تانية، إذا أجاني مريض عنده قال لي السيمتوم سبعتي أجتني at rest، فأنا عندي خيارين، هل هي unstable angina ولا MI؟ ما بعرف أقرر، لازم أخذ عين الدم وودي على التحليل. إذا طلعت النتيجة positive فهي MI، قلنا إحنا الكارديك إزام لا تعلى إلا بMI، فهي MI. طب وإذا طلعت negative فبنقول له عمو أنت هذا الشست بين جاي من unstable angina. فإذا بين unstable angina والام اي، هل تنقذني السيمتومز؟ هل بتجاوبني؟ هل بتساعدني انه افرق بينهم؟ لا لا، ساعتها انا مضطره اعمل further test اللي هو cardiac enzymes. فهذا السؤال رقم 3 اللي هو how to differentiate between unstable angina والام اي، فقط الكارديك انزيمز. السيمتومز ما بتساعد لانه التنتين جايين السيمتومز at rest. فالكارديك انزيمز بلاقيها بوزيتيف بالام اي ونيجاتيف بالانستابل انجينا. واضح الفرق؟ في حدا مش فاهم؟ طب دكتور سؤال. تفضل. الانزيم هذول اخذنا بالبايو 2 انه باخذ وقت كثير، فيعني احنا ما راح نستفيد اذا كان عنده الام اي. لا ما بياخذوا وقت كثير، يعني باخذوا 24 ساعه بس، ها مش وقت طويل بالنسبة لمريض MI؟ لا ما انت هيك هيك على فكرة. حلو سؤالك، انت عشان تميز بين MI و Unstable Angina بدك انت الانزيمز، عشان بالأخير اعرف شو دايجنوس. بس المانجمنت اول ستيبس بالمانجمنت نفسها، بندخله ICU، بنحط له ميكانيكال فنتيليشن، وبعطيه شو اسمه الميديكيشن، تقريبا نفسها بين Unstable Angina والMI، نفس المانجمنت. احنا ما رح نغطي بهذا الشابتر، بس نفس المانجمنت. الثيرابي اوف ام اي اند انستابل انجينا هي نفس الثيرابي، نفس الادويه بناخذها بالتنين، والتنين بيدخلوا اي سي يو. بس بالاخير لازم اكون اميز انا هو ام اي ولا انستابل انجينا. دكتور بس بدي اسال، هسه فحص التروبونين باخذ ساعه اعتقد هو فحصه، مش 24 ساعه. ايش هو؟ شكري التروبونين باخذ، ما باخذ ساعه، يا دوب نص ساعه بس بكون طالع البوزيتيف او نيجاتيف. هو انا بحكي قصده، او انا اللي قصدي انه خلال 24 ساعه، بس ما نطول عن 24 ساعه. لا هو نص ساعه التروبونين بالذات باخذ نص ساعه بالضبط، يمكن حسب الكت. هو بقول لك ما الكت نص ساعه دكتور، انا بالمستشفى نص ساعه بكون طالع. طب وايش بتقول يا محمد سمير؟ هو محمد سمير بيحكي لك انه اخذوا بالبايو انه هاي التستات بتطول. لا التروبونين انا بعرف نص ساعه، ده في مثلا
HDL أشياء تانية الكارديك إنزيم ممكن يعني أوش كم تأخذ؟ قال LDH. طيب خلص. المهم إحنا كمان شو بيعملوا؟ بيعملوا أكثر من قراءة له خلال 24 ساعة الأولين. بس أنا بتذكر إنه كان مش هالقد يطول. بس حتى لو طول يا محمد سمير أو كان في مشكلة بالمختبر أو كذا وطولت التحاليل، المانجمنت نفسها بين الأنستابل أنجينا والإم آي، بس بين الأكيوت هدول الأكيوت كورونري سيندروم والستابل أنجينا لا تختلف بشكل جذري. أوكي يا جماعة، هدول الدياجنوسز والإيفاليويشن لأنه فيها شوية شو اسمه إي سي جي وما إي سي جي، بدنا نتركها المرة الجاي. فإذا أنا اليوم إيش حكيت لهلأ؟ حكينا عدة نقاط. النقطة الأولى أنهينا الريسك فاكتورز وصنفناهم موديفايبل نون موديفايبل. خدوها قاعدة، نون موديفايبل هم أربع أشياء: إيج، جندر، فاميلي هيستوري، وجينيتك. كل إشي عدا هدول الأربعة أكتبهم موديفايبل. يعني إذا سألت أنا بالامتحان أي من الريسك فاكتورز عند هاي المريض موديفايبل، طلعوا النون موديفايبل كل الموجودين عنده من الريسك فاكتورز اكتبهم موديفايبل. فالنن موديفايبل هدول احفظوهم، واي شيء غير عن هدول الاربعه مع الجينيتك طبعا، ايج، جندر، فاميلي هيستوري، وجينيتك، اي شيء غير هدول الاربعه يعتبر موديفايبل ريسك فاكتور. تمام؟ يعني لو مثلا جدل مش حافظينهم، بس انتوا لازم تكونوا حافظينهم. بعدين حكينا التشست بين، بيجي تيبيكال تشست بين، شو مميزات التيبيكال؟ ثلاث اشياء: بريشر، هيفنس، سكويزنج. راديشن ممكن يصير عند بعض الناس، وسيمتومز اخرى ممكن تصير بعد عند بعض الناس، والاكثر شيء بتضلها نص ساعه، ما بتطول اكثر من هيك. هاي مين الستيبل انجينا، وبنفرقها عن الانستابل انجينا انها هاي بتروح مع الريست، بتروح مع النيتروجليسرين الحبه تحت اللسان. الانستابل انجينا او الام اي ما بيروحوا لا اترست، لانه هي اصلا اجت اترست، وما بيروحوا بالسب لينجوال نيتروجليسرين، والبين تبعهم بيطول اكثر من نص ساعه، بعد ساعه ساعتين عبين ليجي المين الاسعاف. من الديزيزز اللي ممكن تزيد السيمتومز هايبر ثايرويديزم، نحفظها: انكزايتي، تاكيكارديا او اريثميا، انيميا، هايبوكسيميا. هاي كلها تعتبر من الديزيزز الكومون اللي ممكن تعمل لي زيد السيمتومز تبعت الديزيز. انتقلنا لنقطة قديش، يعني لو قلت لك مثلا عنده ستابل انجينا والسيمتومز بتعمل مارد ليميتيشن على الفيزيكال اكتيفيتي، عملي لي كلاسيفيكيشن لهذا الديزيز. نيجي نحكي ستابل انجينا كلاس 3 بالضبط، لان هي مارد ليميتيشن على الفيزيكال اكتيفيتي. من الدياجنوسيس ما يعني مع انه التشخيص بدنا نعمل ميديكال هيستوري كامل للمريض، بفتح ملف له كامل بساله من A to Z وبفحصه وبطلب لاب داتا عشان اتاكد ان الديزيز اللي عنده كنترول. افرض عندنا مثلا قلت قال لي انه انا ديابيتس، ولما حسبت جلايسيميك كنترول طلع الفاستنج بلد جلوكوز عالي والاتش بي اي 1 سي عالي، شو دغري؟ دغري بتدخل بظبط علاجات الانسولين او الاورال الانتي ديابيتك اللي باخذها. لقيت ال دي ال طاير، بعطيه الستاتين بزيد جرعته. لقيته عنده انيميا من الهيموجلوبين، باجي بعالج له الانيميا، بعرف شو سببها، هل هي ب12 ولا فوليك اسيد ولا ايرون. اذا ايرون ديفيشنسي بدي اعطيه ايرون. يعني الموضوع مش بس بدي اتدخل بالستيبل انجينا، كل هاي الديزيز بدي اعملها مانجمنت. تمام؟ اذا لقيت عنده ثايرويد فانكشن بروبلم بدي اعالج الثايرويد. واخر شيء حكينا عن كاردك انزيمز. كاردك انزيمز بتساعدني بحاله واحده اني افرق بين انستيبل انجينا وام اي، عدا عن ذلك ما بستخدمه، ما في داعي اني استخدمه. تمام؟